أهلاً وسهلاً بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هلا، والنهاردة بنكمل مع بعض حلقات البريوش. بنعمل نوعين من البريوش الحادق. أول واحد فيهم هيكون بريوش محشي فراخ بالكاري، وتاني نوع هيكون بابكا بالجبنة. نبتدي بأول بريوش. عندنا طبعاً العجين اللي هنعملها، وبعد كده هنقسمها ونستخدمها للنوعين. 380 جرام دقيق، 200 مليلتر حليب، 7 جرام خميرة، 80 مليلتر زيت، 60 جرام سكر، و5 جرام ملح. بالنسبة لحشو الفراخ، عندنا 500 جرام أفخاذ دجاج هنكون مقطعينها صغير، عندنا 30 جرام من البصل الأخضر، 10 جرام كاري، 10 جرام جارم مسالة، 7 جرام كركم، رشة من رقائق الفلفل، عندنا بشر واحد ليمون والعصير كمان بتاعها، عندنا 150 جرام زبادي يوناني، و10 جرام جنزبيل بودرة، و25 جرام ثوم مهروس. بعد كده عندنا رشة سمسم للتزيين. بالنسبة لبابكا الجبنة، عندنا عجينة بريوش النص التاني اللي هنعمل بيه أول وصفة، هناخد العجينة للتانية. عندنا للحشو واحد فص ثوم مفروم، واحد معلقة كبيرة عصير ليمون، 100 جرام جبنة موتزاريلا، 100 جرام جبنة تشيدر، 100 جرام جبنة رومي، 2 صفار بيض، ورشة فلفل أسود، وطبعا الجبن كلها مفرومة. نبتدي بالفراخ. أول حاجة عايزين نعملها، عايزين نتبلها، وطبعا يفضل لو نعمل الحكاية دي قبلها بيوم ونسيب الفراخ في التلاجة تتشرب التتبيلة تماما. هنحط كل حاجة على الفراخ. حطيت الزبادي اليوناني، بصل أخضر، بشر ليمون، ثوم، عصير الليمون، وبعدين البهارات كلها، كركم، عندنا كاري، شطة، جنزبيل، وبنقلب كل ده مع بعض. زي ما قلنا يفضل نسيبها ساعة على جنب أو طول الليل في التلاجة يكون أفضل. هحط زيت على الطاسة، وأحط الفراخ. هنسيب الفراخ تتحمر على النار. في الوقت ده ابتدي اعجن. هحط الخميرة مع اللبن، شوية من السكر، ودلوقتي هحط الدقيق، بقية السكر، الملح الناحية التانية، واللبن والخميرة والسكر بعد ما يبتدوا يتفاعلوا مع بعض. الوصفة دي الحقيقة أنا حبيت أعملها عشان تبقى مختلفة شوية، وكمان نعرف إن البريوش ممكن يتعمل بالزيت مش بس بالزبدة. طبعا هو الوصفة الأصلية الكلاسيكية بالزبدة، ده معروف، لكن لو ما عندناش زبدة، لو مش عايزين ناكل زبدة، ممكن نستعمل الزيت. هخلط دول مع بعض. أول ما يبتدوا يتمزجوا وتكون شبه كورة كده، أو العجين يبتدي يتجمع مع بعض، بحط الزيت وبسيبه لحد الزيت ما يتشرب تماما في العجين.
اوكي كده العجين ابتدى يتجمع، هحط الزيت وابتدي اخلطهم مع بعض. طبعا لسه محتاج يتخلط اكتر من كده، بنسيبه على الاقل 5 إلى 7 دقائق بعد ما بنضيف الدهون، سواء كانت زبده او زيت زي ما احنا حطينا النهارده. الفراخ طبعا لسه شويه، فهبتدي بالخليط بتاع البابكا. خليط البابكا سهل، ما فيهوش حاجه غير ان احنا بنخلط كل حاجه مع بعض، بس هحط الصفار الأول مع عصير الليمون، هحط الفلفل والثوم، نخلط كل دول مع بعض. بعد كده بنضيف الجبن، 3 أنواع الجبن اللي عندنا. بنقلبهم مع بعض كويس، هو بيبقى كده حشو البابكا كمان جاهز. الفراخ كمان جاهزة. هاخد الفراخ احطها في صينية علشان تبرد، طبعا احنا لو في البيت هنسيبها لحد ما درجة الحرارة بتاعتها تنزل تاني وترجع تبرد، لكن عشان الوقت هدخلها التلاجة، ممكن الفريزر، حاجة بسيطة عشان تبرد لحد ما نرجع تاني إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل نكمل مع بعض حلقة النهاردة. حضرنا نوعين الحشو، واحد حشو فراخ بالكاري والتاني جبنة. هنبتدي بالجبنة علشان نسيب الفراخ فرصة انها تبرد، علشان لو هي سخنة هتسيح العجين، لان عجين البريوش كله زبدة، فأي درجة حرارة هتسيح العجين على طول. اوكي انا ما حطيتش دقيق، احط دقيق وبعد كده نحط العجين. عايزة أفرده تقريبا على حجم الورق، حوالي 40 في 60، وكل شوية نتأكد إن هو مش لازق. هجيب حشو الجبنة وهوزعه على العجين.
وبعدين هقطع من النص لان انا عايزه اعمل 2 رول، فكده بعمل الاثنين رول في خطوه واحده، وهبتدي اشكل رول بالشكل ده. والرول التاني بالعكس، لان طبعا الحته الفاضيه اللي في الاخر دي بنسيبها هي دي اللي هتقفل الرول بتاعنا، عشان كده انا باديه من النص وبطلع على الحرف. اوكي، هحط الاثنين رول بالشكل ده واضفرهم. اقفلهم على بعض من الاخر واضمها شويه، وهجيب قالب احط فيه الرول بالشكل ده. يبقى خلصنا البابكه، فاضل لنا ان احنا نسيبها تخمر تتضاعف في الحجم، وبعد كده هتدخل فرن على درجه حراره 180، وبتقعد في الفرن حوالي 40 دقيقه. اوكي، الفراخ دلوقتي درجة الحرارة بتاعتها كويسة، مش هتسيح العجين لما احطها عليه، وابتدي افرد العجين التاني، برضو نفرد العجين على شكل مستطيل تقريبا. اتاكد ان مفيش حاجه لازقه. وبعدين هبتدي اقطعها على شكل مستطيل، عايزه بس اظبط الحروف. وطبعا العجينه اللي بنشيلها دي بنرجع تاني نفردها ونستعملها. تقريبا الحجم ده. وارجع اقسمهم بالنص. ابتدي اجيب الفراخ واحطها على العجين على الطرف. وطبعا بقيه الفراخ بنستعملها مع بقيه العجين. بجيب الصينيه وهبتدي الف فيها رول الفراخ بالشكل ده، مجرد نلفها مش محتاجين نقفلها من الجنبين. هو لما هيخمر الجنبين تقريبا هيتقفلوا يعني. وبنحطهم في صينية علشان نسيبهم لحد ما يخمروا. و
والرولز الفراخ هتهنها بالبيت. ونرشها بالسمسم. وهنسيبهم يخمروا لحد ما يتضاعفوا في الحجم. رولز الفراخ هتدخل فرن 180، هتقعد حوالي 20 دقيقة. أما البابكا بالجبنة هتدخل فرن برضو 180، ولكن هتقعد حوالي 40 دقيقة. ده بيبقى شكل رولز الفراخ، ودي بابكا الجبنة نقطع منها علشان نشوف، مش عارفة الجبنة هتبان ولا لا، لان كله بيج في بيج. اوكي باينة شوية. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. عملنا فيها نوعين من البريوش الحادق، أول واحد بريوش بالفراخ والكاري، وتاني واحد بابكا بالجبنة. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله.